من الجزائر ينضم إلينا مراسل الغد حسان جزائري. حسان، هل بدأت اللجنة أعمالها وما هي المحاور التي ستنطلق منها؟ نعم، شكرا. اليوم نصبت اللجنة بصفة رسمية من طرف مدير ديوان الرئاسة بعد أن سيصدر في الأيام اللاحقة مرسوم بتنصيب هؤلاء، على رأسهم أحمد العرابة رئيس هذه اللجنة وعدد من الخبراء والمختصين في القانون الدستوري الذين أوكل إليهم رئيس الجمهورية مهمة جمع مقترحات لإعادة تعديل الدستور. من أبرز المحاور التي سيركز عليها هؤلاء خلال جمعهم للمقترحات هو ما تعلق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والاتجاه إلى نظام شبه برلماني، حيث ستكون الحكومة ذات صلاحيات واسعة ومنبثقة عن الأغلبية البرلمانية التي ستشكل بعد انتخابات تشريعية مسبقة. كذلك سيتم مراجعة قانون الأحزاب السياسية والاتجاه إلى أخلقة العمل السياسي وفصل المال عن السياسة، وأيضا يتجهون إلى استحداث قوانين أخرى خاصة بالإعلام والحريات، حيث سيمتاز الدستور الجديد حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية بتوسيع الحريات وتعزيز الحريات والديمقراطية، خاصة ما تعلق بالممارسة الإعلامية وضبط كل هذه المهام في إطار مؤسساتي. أصداء كل هذا، هذه الصلاحيات أصداء كل هذا على الشارع الجزائري حسان، والحراك. نعم، الحراك الجزائري مثل اليوم الثلاثاء شهد مسيرات للطلبة. الطلبة الجزائريون يرون بأن كل ما تقوم به الرئاسة حاليا مرهون بمدى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، وعلى رأسها إيقاف وإلغاء المتابعات القضائية في حق المعتقلين خلال الحراك الشعبي. قالوا بأن هؤلاء الذين أفرج عليهم بصفة الإفراج المؤقت بأن هذا لا يكفي، وهذا تقييد لحريتهم، وأن الأولى هو إلغاء تلك المتابعات القضائية بصفة نهائية، ثم الجلوس على طاولة حوار مع الحراك الشعبي والنظر في مطالبه. حتى أنهم يرون بأن هذه الفترة الرئاسية للرئيس عبد المجيد تبون يجب أن تكون عبارة عن مرحلة انتقالية لسنوات معدودة تتم خلالها مراجعة العديد من القوانين العضوية، ثم الدخول في انتخابات رئاسية أخرى نزيهة. شكرا لك من الجزائر مراسلنا حسان الجزائري.